رحنا احنا وعلي واولاد عمام واولاد اخوال وجميعنا يعني شباب يمكن 15 20 شاب طلعنا على الارض كنا مستوطنين قاعدين يعني كان مستوطن هذا اللي طعن ومعاه ست اولاد او خمس اولاد صغار يعني فلما شافونا هربوا جميعا طلعوا من الارض وراحوا باتجاه سلفيه بعديها بشوي احنا كمنا اغراضهم من الارض اجى الجيش والشرطه واجى معهم كمان مستوطنين جمعوا علينا فكان مستوطن رجع من بعيد يعني كان بعيد المستوطن بس وصل عند عليه طعن في سكينه وهرب عند الشرطه والشرطه ما عملوا شيء ولا الجيش عمل شيء وما خلناش نيجي عليه اصلا Dammit!